عقد المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني صباح اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا لتقديم الأعمال التحضيرية لأول قمة لبناء الصين الرقمية، والتي ستعقد في شهر أبريل القادم. ستعقد هذه القمة في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر أبريل، تحت عنوان قيادة التحديث من خلال المعلومات وتسريع وتيرة بناء الصين الرقمية. وتعتبر هذه القمة منصة لنشر السياسات المتعلقة بتطوير المعلومات، ومنصة لعرض إنجازات الشؤون الحكومية الإلكترونية والتنمية الاقتصادية الرقمية، وأيضا منصة لتبادل الخبرات والممارسات بشأن بناء الصين الرقمية. إن بناء الصين الرقمي هو مطلب لا مفر منه لاغتنام فرص تنمية وتسريع وتيرة عملية التحديث، وستعقد هذه القمة على أمل دفع التبادلات وتفاهم وتعزيز التعاون المنفتح من خلال نشر السياسات وتبادل الخبرات وعرض الإنجازات، مما يجعل المعلومات تدفع بشكل أفضل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديث نظام إدارة الوطنية وقدرتها.